والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يلي خلاصة ما رصدته منظومة الرصد والمراقبة الوبائية فيما يخص فيروس كورونا المستجد ببلادنا منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة زوالا ليومه 27 يونيو 2020، إذ تم تسجيل 244 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ الثاني من شهر مارس ما مجموعه 11877 حالة إصابة. إذن فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات المؤكدة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية بالمملكة فهو كالتالي: سجلت جهات الدار البيضاء 75 حالة إضافية تتوزع كما يلي: 25 حالة بسيدي برنوسي، 30 حالة بالجديدة، 16 بالدار البيضاء، وأربع حالات ببرشيد. فيما يخص جهة مراكش أسفي فقد سجلت 22 حالة جديدة كلها بمدينة مراكش. فيما يخص جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلت 52 حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية موزعة بين طنجة 10 حالات، فحص أنجرة 34 حالة، وتطوان 8 حالات. فيما سجلت 23 حالة بجهة فاس مكناس كلها بمدينة فاس. فيما يخص جهة الرباط تل القنيطرة فقد سجلت 5 حالات جديدة، 3 منها بالقنيطرة وحالتان بسيدي قاسم. فيما يخص العيون الساقية الحمراء فقد سجلت 62 حالة جديدة، 61 حالة بالعيون وحالة واحدة بطرفاية، فيما سجلت حالتان جديدتان بالفقيه بن صالح أي بجهة بني ملا الخنيفرة، وحالة واحدة بسيدي فني أي بجهة قلميم ودنون، وحالتان بجهة الدخلة وادي الذهب. فيما لم تسجل جهة الشرق وجهة سوس ماسة وجهة درعا التافيلات أي حالة خلال 24 ساعة الماضية. إذن فيما يتعلق بعدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة فقد بلغ مجموعها 621617 حالة مستبعدة. أما فيما يخص حالات التعافي فقد سجلت ولله الحمد 67 حالة تعافي جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء 8723 أي بنسبة تعافي تناهز 73.4%. مع الأسف سجلت خلال 24 ساعة المنصرمة حالتان وفاة جديدتان خلال 24 ساعة المنصرمة كما قلت، ليصل بذلك مجموع الوفيات مع الأسف إلى 220 حالة وفاة أي بنسبة إماتة تناهز 1.9%. إذن يبقى بذلك مجموع عدد الحالات النشطة التي هي قيد العلاج 2934 حالة، منها 21 حالة صعبة وحرجة كلها ذات عوامل اختطار تتعلق إما بعامل السن أو بأمراض مزمنة أو هما معا. وتجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين قد مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 64191 شخص، لا زال منهم 9199 شخص تحت المراقبة الصحية إلى حين استيفاء المدة اللازمة. وتؤكد وزارة الصحة من جديد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار خاصة لدى الأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.